مجلة بوليتيكو الأمريكية نشرت تصريحات حصرية لمسؤولين في حوزة المرجعية العليا والمتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني. هؤلاء المسؤولين نقلوا تماما طبيعة ما كيف ومتى ستتدخل المرجعية العليا من أجل فض الصراع الجاري بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي في الداخل العراقي، ووضحوا الخطوط الحمراء تماما التي من الممكن للمرجعية العليا أن تعتبرها نقطة وساعة الصفر للتدخل في هذا الصراع الذي نراه في الداخل العراقي. كما تحدثنا، من نشر هذه التفاصيل هي مجلة بوليتيكو الأمريكية يوم أمس، وثبتتها الأسوشيتد بريس عن طريق ثلاثة مسؤولين في حوزة المرجعية العليا. كما تحدثنا، لم يصرحوا باسمهم أبدا، وأكدوا هم بأن المرجعية العليا تراقب الوضع العراقي والأزمة الجارية اليوم بقلق، وذلك لسبب مهم جدا، أن ما يجري بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي هي تعتبر أزمة الأطول. هذه الأزمة السياسية هي الأطول والأكثر تعقيدا منذ 2003 حتى يومنا هذا. نتحدث عن عشرة أشهر أو أكثر من 10 أشهر على هذه الأزمة، وبسبب هذه الأزمة طبعا البرلمان العراقي حتى هذه اللحظة لم يتمكن من تشكيل أي حكومة أو تعيين أي رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، وبالتالي هنالك مشكلة حقيقية. التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر تحديدا حاول من حل هذه المشكلة عبر التوجه لمجلس القضاء الأعلى، وطلب منهم حل البرلمان العراقي، وكذلك وبعد ذلك التوجه طبعا إلى انتخابات مبكرة. ولكن مجلس القضاء الأعلى بصريح العبارة قال بأننا لا نمتلك الصلاحية للقيام بمثل هذه الأمور، وهذا يعني بأننا أمام المادة 64 من الدستور العراقي، من خلالها يجب أن يكون هنالك انعقاد لجلسة للبرلمان العراقي من أجل أن يصوت على حل نفسه بنفسه، أو أن يكون الأمر بالتوافق بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. والمشكلة أن الإطار التنسيقي مصر على عملية انعقاد جلسة وطبعا ترشيح رئيس الوزراء الخاص بهم اختيار رئيس جمهورية والمضي بحكومة، وهم واضحين في بياناتهم في هذه المسألة. والمعتصمين التابعين للتيار الصدري لا زالوا موجودين ومسيطرين ومعتصمين في مجلس النواب العراقي، وما يزيد الطين بل أن حكومة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال، هي غير قادرة على تمرير القوانين، وهي غير قادرة كذلك على إقرار الموازنة وإطالة هذه الأزمة، إطالة المشاكل، إطالة المتاعب في الداخل العراقي، مما يزيد من الاحتقان لدى المواطنين واحتماليات زيادة التظاهرات واحتماليات الصدام الحقيقي الذي لا يريده أحد لا من الداخل ولا من الخارج بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي. إذن متى ستتدخل المرجعية العليا من أجل وضع حل لهذه المشكلة؟ هذه التفاصيل جاءت من مسؤولين ثلاثة مباشرة ووضحوا الخطوط الحمراء لمجلة بوليتيكو من هؤلاء المسؤولين في هذه الحوزة المهمة للغاية، وأكدوا الآتي: أن لدى السيستاني خطوط حمراء إذا تم تجاوزها فإنها ستجبره على التدخل. ما هي هذه الخطوط الحمراء؟ تشمل إراقة الدماء ومحاولات تقويض ما ينظر إليه على أنه أسس ديمقراطية في العراق. مقتدى يعرف هذه الخطوط الحمراء ولن يتجاوزها. وكذلك أضافوا أيضا: المرجعية تراقب الوضع بقلق، وأن السيستاني لن يتدخل في الوقت الحاضر، قد ينظر إلى دخوله على أنه يفيد طرفا على الآخر. وهذه تأتي في توقيت مهم للغاية، هذه التصريحات وما نقلته مجلة بوليتيكو تأتي في توقيتات مهمة، لأن هنالك ترقب كبير جدا لما هو قادم يوم السبت القادم من تظاهرات كبيرة للغاية في المنطقة الخضراء. دعونا نتوجه إلى المنطقة الخضراء لنفهم أكثر ما الذي سيحدث أساسا السبت القادم تحديدا في هذه المنطقة المهمة للغاية. هنا العاصمة العراقية بغداد، هنا المنطقة الخضراء كما تلاحظون، بأخذ صورة أقرب من هذه ولهذه المنطقة الخضراء، ودعونا نتوقف هنا بهذا الاتجاه. بالتالي بالنسبة للمنطقة الخضراء فإنها تأتي بهذا الاتجاه وبهذا الشكل الذي ترونه تقريبا، هذا هو الشكل التقريبي لهذه المنطقة المهمة للغاية والتي ستشهد أحداثا مهمة. بالنسبة للتيار الصدري طبعا هم سيكونوا وكانوا واضحين بطبيعة التعليمات التي نشرت من وزير مقتدى الصدر، أكد بأن الجماهير ستكون هنالك جماهيرا مليونية قادمة من ساحة التحرير عبر جسر الجمهورية، وسيتوجهون طبعا بهذا الشكل الذي تلاحظونه هنا.
هذا هو مجلس النواب العراقي الذي يتمركز فيه معتصمين، والمعتصمين طبعا للتيار الصدري هم يتواجدون هنا، سيمرون بهم وبعد ذلك سيتوجهون إلى ساحة الاحتفالات في تظاهرات وصفها السيد مقتدى الصدر وكذلك وزير السيد مقتدى الصدر بأنها الأكبر على الإطلاق. وبالتالي هذه التظاهرات قد تعتبر بسهولة بأنها أكبر تظاهرات وأكبر تواجد للجماهير في داخل المنطقة الخضراء منذ عام 2003 حتى يومنا هذا. هنالك ترقب أيضا لما ممكن أن يأتي من الإطار التنسيقي، وكان هنالك بيانا قادما من اللجنة التنظيمية لجماهير الإطار التنسيقي، قالوا بأننا أيضا سنخرج في تظاهرات، لم يحددوا الزمان والمكان ولكن قد يكون أيضا لهم تواجد يوم السبت القادم، وقد يعني بسهولة كما اعتدناهم دائما أن يكونوا متواجدين هنا في هذا الاتجاه في الجسر المعلق من دون الدخول إلى المنطقة الخضراء. وبالتالي المسافة بين الجماهير، إن تم هذا السيناريو سيعني بأننا أمام كيلومترين تقريبا فقط بين جماهير التيار الصدري وكذلك بين جماهير الإطار التنسيقي. الوضع محتقن ومحتقن للغاية. قد يتساءل البعض لماذا الولايات المتحدة الأمريكية والصحافة الأمريكية تأخذ مثل هذه التصريحات، تركز على الوضع العراقي بشكل كبير. هذا الأمر اهتمت به تماما إحدى المواقع المهمة للغاية وهي Inside Sources، وجدت وأكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى العراق كمسألة صراع جيوسياسي كبيرة بالنسبة إليهم. المسألة هي ليست فقط في أن العراق يجب أن يكون مستقرا في ظل الصراعات الداخلية بسبب أنهم بحاجة إلى أن تكون إمدادات الطاقة في الداخل العراقي مستقرة، كما تحدثت الأوساط الأمريكية في الأسبوعين الماضيين مع بدء الأزمة بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي بكل تأكيد، ولكن المسألة هي مرتبطة بخوفهم من أن العراق قد ينخرط مباشرة وقد يذهب إلى المحور الروسي الصيني عبر إيران. هذا هو القلق الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن العراق أساسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان العراق إحدى الدول التي لم تندد أبدا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مثلها مثل المملكة العربية السعودية، مثل الجزائر وغيرها من الدول. وهذا الأمر جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يشعر بالقلق، مسألة الطاقة ومسألة أن الشرق الأوسط بدأ يذهب باتجاه روسيا وباتجاه الصين، وهذا ما دفعه إلى زيارة مهمة رأيناها جميعا توجه فيها إلى الشرق الأوسط وتوجه إلى المملكة العربية السعودية. بحسب الإنسايد سورسز أكدت بأن هذه الزيارة تهدف لإعادة ترتيب الأوراق لضمان الحلفاء الخاصين بهم، لأن عملية عدم التنديد بالعملية الروسية في الداخل الأوكراني هي تجعل طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أن تنزعج، لأنها لم تخطط منذ عام 2003 ومنذ الغزو الذي قامت به للداخل العراقي، هي لم تخطط أن يكون العراق بهذا الموقف. كان من المتوقع للعراق بالنسبة إليهم على الأقل أن يصرح وأن يندد بالعملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني. وبالتالي هم أيضا منتبهين تماما أن أي صراع داخلي لن يضر فقط في إمدادات الطاقة، بل أن إيران قد تستفد تماما ويفتح سيناريو أن تهيمن تماما على الداخل العراقي. وأن هنالك أيضا أمرا مهما بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما جاء إلى الشرق الأوسط، هم لاحظوا زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة طهران، وكان الحديث عن أمور جيوسياسية مهمة بالنسبة للشرق الأوسط، في رغبة كبيرة من روسيا لتكبير نفوذها، لزيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط. أيضا يجب أن ننتبه بأن الرئيس الصيني سيكون في زيارة في الأيام القادمة إلى المملكة العربية السعودية، وأن هذه الزيارة بحسب صحيفة الجارديان البريطانية سيكون فيها استقبال كبير من المملكة العربية السعودية للرئيس الصيني، وهذا الاستقبال وصف بحسب صحيفة الجارديان سيشبه تماما استقبال السعودية للرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب. وبالتالي هذه أمور مزعجة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الرئيس الصيني لم يغادر البلاد منذ يناير عام 2020. فيها أمور كبيرة للغاية مع العقود الصينية الجارية في هذه المنطقة. كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية منتبهة بأن هنالك اتفاق نووي على وشك أن نسمع عنه الكثير، ممكن أن يأتي لإيران وأن يوفر لإيران 100 مليار دولار والعديد من المميزات الاقتصادية، خاصة وأن هنالك تفاصيل نشرت قبل 48 ساعة تقريبا عن طبيعة التضخم ونسب الفقر وكم ما هي نسبة الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران. فنسبة التضخم في إيران الآن بشكل رسمي هي 54%، والناس الذين يعيشون تحت خط الفقر
هم طبعا يمثلون 60% بالنسبة لإيران، وبالتالي أصبحت مسألة العودة للاتفاقية النووية مهمة لإيران، لأن أيضا حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتعرض إلى الكثير من الضغوط من صقور إيران، من المحافظين الإيرانيين يضغطون على نائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشكل كبير للغاية، وذلك لأنه يعتبر هو القيصر الاقتصادي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يريدون إقالته بسبب أن هذا الرجل لم ينجح في ظل الظروف التي تأتي في ظل هذه الأرقام على المستوى الاقتصادي ومواجهة العقوبات الأمريكية، وبالتالي قد نكون هنا أمام عودة سريعة للاتفاق النووي، مما سيوفر الأموال، وأي سيناريو في الداخل العراقي سيزيد هذا النفوذ وذهاب العراق مباشرة إلى روسيا وإلى الصين. وبالتالي هنالك مواقف صعبة ومعقدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أن مسألة العودة للاتفاقية النووية يجب أن ننتبه إليها، أن الأرب نيوز اللندنية أكدت بأن إيران هي الرابحة الأكبر من العودة للاتفاقية النووية حتى مقارنة بما ممكن أن تتحصل عليه أو تحققه أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، أن اليوم كانت هنالك تحليلات قادمة من وكالة رويترز أكدت أن الأمر سيكون مفيدا للولايات المتحدة الأمريكية ولإيران ولأوروبا، وبالتالي إبقاء الاتفاقية النووية قيد الحياة هو أمر مهم وأمر مهم للغاية بالنسبة إليهم. على هذا الأساس هنالك عودة قادمة بالنسبة لهذه الاتفاقية النووية بكل تأكيد. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية هنا منتبهة إلى أن العراق في الفترة الماضية منذ عام 2003 حتى يومنا هذا تحول إلى قاعدة بالنسبة لإيران، تستخدم إيران الفصائل المسلحة الموجودة فيه ليس فقط للضغط على مستشارية التحالف الدولي أو القوات الأمريكية التي كانت متواجدة ومستشارية التحالف الدولي في الداخل العراقي. هذه الفصائل تطورت كثيرا منذ عملية الاغتيال التي تعرض إليها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وبدأت بعملية استهدافات للقواعد الأمريكية ليس فقط في الداخل العراقي، وإنما بدأت تستهدف القواعد التابعة للتحالف الدولي والولايات المتحدة في الدول الأخرى مثل سوريا على سبيل المثال. واليوم على سبيل المثال كان هنالك هجوما بالطائرات المسيرة على قاعدة التنف التي تقع على المثلث الحدودي بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك في الداخل السوري. هذه المنطقة يطلق عليها منطقة 55 كيلو، كانت هنالك طائرتين مسيرتين هي التي هاجمت هذه القاعدة فجر هذا اليوم. واحدة من هذه الطائرات المسيرة التي طبعا توجهت إلى القاعدة تمكن التحالف الدولي من التصدي لهذه الطائرة المسيرة، ولكن الطائرة الأخرى تمكنت من ضرب القاعدة. بحسب بيان التحالف الدولي أكد لا خسائر في القاعدة، لا قتلى لا جرحى بأي شكل من الأشكال من هذا الهجوم، ولكن هم لم يعطوا فكرة عن طبيعة من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة. هل هي طائرات من الفصائل المسلحة الموالية لإيران؟ هل هي من إيران؟ هل هي من روسيا؟ هل هي من أين جاءت هذه الطائرات؟ ولكن في حقيقة الأمر فإن هنالك صورا قد تعطينا فكرة عن طبيعة من قام بهذه العملية تحديدا، والعراق هو تحت دائرة الشك وتحت دائرة الاتهام. مغاوير الثورة نشروا هذه الصور لهذه الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة التنف. هذه واحدة من الصور، وهذه صورة ثانية كما ترون بهذا الشكل بالنسبة للضربة التي جاءت، وواضح بأننا أمام جناح لهذه الطائرة، وكذلك أمام محرك ليس بالصغير أبدا لهذه الطائرة. توضح أن الطائرات المسيرة بأنها كانت طائرات مفخخة وليس طائرات قاصفة. دعونا نقترب من هذا المحرك. هذا المحرك إذا ما اقتربنا منه فهو يشبه تماما وطبق الأصل من محرك يطلق عليه ND-275، محرك للطائرات المسيرة تستخدمه إيران وتستخدمه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، أساسا قد ظهر بهذا الشكل لدى الإيرانيين في إحدى المعارض الخاصة بهم. كما تلاحظون هنالك تطابق تام وشبه وتشابه كبير بالنسبة لهذه المحركات، وهذه المحركات أساسا قد ظهرت ليس العام الماضي أو مثلا قبل سنتين أو 3 سنوات، هي ظهرت في عام 2014 في المعرض الوطني للطيران الإيراني أو معرض الطيران الوطني الإيراني في عام 2014 بهذا الشكل. وضحوا طبيعة جميع المحركات الخاصة التي تستخدم في الطائرات المسيرة، وبالتالي هذا يوضح بأن هذه الطائرات المسيرة استخدمتها الفصائل المسلحة الموالية لإيران. ما علاقة العراق بهذه المسألة؟ العام الماضي كان هنالك نفس السيناريو تماما، نهاية العام الماضي كان هنالك هجوما بالطائرات المسيرة على قاعدة التنف،
وكان هنالك تدقيقا وفحصا من القوات الأمريكية لهذه الطائرات المسيرة. 3 من هذه الطائرات المسيرة كما هو واضح من النيويورك تايمز لم تنفجر في هذه القاعدة، مكنتهم من فحص هذه الطائرات ووجدوا أن التقنية الخاصة بهذه الطائرات المسيرة هي تستخدم من قبل فصائل مسلحة تابعة وموالية لإيران في العراق. هذه التكنولوجيا موجودة لدى الفصائل في العراق، ويوضح بأن الطائرات المسيرة كانت قادمة من العراق مباشرة إلى قاعدة التنف. وكان هذا الهجوم الذي جاء نهاية العام الماضي كان ردا على هجوم إسرائيلي جاء داخل سوريا وعلى أهداف إيرانية تابعة في حقيقة الأمر إلى فصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في الداخل السوري. كان هنالك هجوما ضد طبعا من قبل إسرائيل، وبالتالي هذا هو جاء ردا، والرد كان قادما من العراق، لم يكن قادما من الداخل السوري بحسب ما ذكرته النيويورك تايمز والخبراء الأمريكيين. نفس هذا الأمر هو كان حاضرا اليوم، تحدثنا اليوم بأن كان هنالك هجوما الفجر بالطائرات المسيرة على قاعدة التنف، هي تأتي بعد ساعات. ليلة يوم أمس كان هنالك هجوما إسرائيليا في الداخل السوري، وإذا ما توجهنا في حقيقة الأمر إلى هذا الهجوم لكي نفهم هذا الأمر، خاصة وأن العراق تحول إلى قاعدة للردود على مثل هذه الهجمات بحسب طبعا النظرة الأمريكية، فسنلاحظ هنا من خلال هذه اللقطة بأن هذه هي مدينة طرطوس كما تلاحظون هنا البحر المتوسط، وهذه هي الحدود الفاصلة بين لبنان وبين سوريا، وهذه هي دمشق التي ترونها. الضربات كانت على مستويين، الضربة كانت واحدة من الضربات على هذا المستوى ويأتي تقريبا بهذا الاتجاه ضد منظومات دفاعية من أجل عرقلة المنظومات الدفاعية وألا تعرقل الهجوم الأساسي الذي كانوا طبعا يودون تحقيقه وحققوه بالفعل في ضربة تأتي إلى جنوب شرق طرطوس بهذا الاتجاه. يشغلون المنظومات الدفاعية لتحقيق الهدف. دعونا نتوجه إلى هذه المنطقة التي ضربت والتي أدت في حقيقة الأمر بإعلان رسمي من النظام السوري أدت إلى مقتل 3 من عناصر الجيش العربي السوري، لنتوجه بهذا الاتجاه. هذه قرية يطلق عليها قرية القطيفة بهذا الاتجاه، وبالتالي بالتوجه إلى هذه المنطقة الآن التي ترونها إلى جنوب غربها، فإن هذه المنطقة التي ضربت كما تلاحظون هنا المنظومات الدفاعية، هذه منظومة دفاعية وهذه منظومة دفاعية، وهنالك منظومات أخرى بهذا الاتجاه، وطبعا المنطقة التي ضربت كما تلاحظون هذه المنظومات والتواجد العسكري، المنطقة التي ضربت هي هذا المبنى وهذا المبنى تحديدا. دعونا نبتعد قليلا لنأخذ بعض المقارنات لهذه الضربة التي جاءت بهذا الاتجاه على هذه المنظومات الدفاعية. بوقوف هنا طبعا وبأخذ هذه النقطة للمقارنة، فإننا سنلاحظ هنا هذه المنطقة التي تتواجد فيها أشجار وفيها مباني مميزة للغاية وتقاطع الطرق هنا، والمنطقة التي أشرنا إليها هي تأتي بهذا الاتجاه. هذه المنطقة هي المنطقة التي ضربت. كيف عرفنا هذا الأمر؟ هي من خلال التحديثات القادمة من الأقمار الصناعية المحدثة طبعا بالتوجه إليها. هذه الصورة كانت قادمة من 13 من أغسطس كما تلاحظون، هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، هنا التقاطع، وهذه المنطقة التي نركز عليها التي هي ضربت طبعا بالتوجه إلى صباح هذا اليوم وما جاء من تحديثات في القمر الصناعي، فسنلاحظ بأن الضربة كانت واضحة والتأثير كان واضحا من هذه الضربة التي أدت إلى مقتل 3 عناصر كما تحدثنا من عناصر الجيش العربي السوري. أما المنطقة والهدف الأساسي الذي تحقق بالنسبة للضربات هذه التي نتحدث عنها ضد هذه الأهداف الإيرانية بالابتعاد قليلا، ودعونا نتوجه الآن إلى مدينة طرطوس تحديدا إلى جنوب شرق طرطوس، لنتوجه إلى هذه المنطقة الساحلية المهمة للغاية، وبالتوجه إليها فسنلاحظ بأننا أمام مخازن تأتي بهذا الاتجاه. تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحدثت عنها الأوساط السورية بأن هذه المنطقة هي التي ضربت، وكانت الضربة بسبب أن صواريخا إيرانية كانوا يودون نقلها إلى حزب الله اللبناني، وعند النقل تمت الضربة وأدت بحسب التقارير إلى مقتل أحد الضباط الإيرانيين وكذلك إلى أحد الضباط السوريين. وبالتالي هذه الضربات طبعا التي نتحدث عنها اليوم، ولماذا نتحدث عنها؟ لأنها مهمة للغاية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت منتبهة أن أي ضربة في الداخل السوري بهذا الشكل ستعني بأننا أمام انتقام قادم من العراق على أهداف وعلى قواعد أمريكية موجودة في سوريا.